بالظبط. للاسف الشديد احنا عمالين نقول اسماء مهمه جدا في الفريق، يعني طبعا ما بنوقفش على حد، لكن التواجد برضو لعيبه مهمه بيبقى امر مطمئن كبير جدا للفريق وللجماهير بشكل كبير. وده بقى هياخدني لسؤال برضو كابتن خالد، قصه التدريب في رمضان، يعني احنا بنتكلم دلوقتي اكيد رمضان بيختلف مهما كان في استعداد وفي يعني حتى نقول دلوقتي التكنولوجيا دخلت بشكل اكبر عن برضو زمن واجيال ماضيه، المفروض ان هي بتساعد ومفروض ان هي بتفيد، لكن برضو بيظل التدريب في رمضان ليه شكل وطابع مختلف، وحضرتك برضو كمدرب اكيد ليك خبره في ده، ايه اللي بيختلف قوي؟ وهل بيكون ده حمل زياده على اللعيبه؟ هل المباريات اللي في رمضان كمان محتاجه نوع خاص من الاستعدادات؟ لان لو ما حصلش استعداد بشكل سليم ممكن ده يؤثر على النتائج ويؤثر كمان بدنيا على اللعيبه. لا، هو دلوقتي العلم طغى على كرة القدم. لا، طغى على كرة القدم، ودايما اللي عارف العلم بيعرف يتعامل في الظروف، اي ظروف لما بتتغير. فبالنسبة لشهر رمضان لا طبعا ليه تعامل معين من النواحي العلمية بالنسبة للعيبة. بمعنى ايه؟ اللعيبة لازم تريح نفسها بشكل كويس جدا، يعني بقدر الامكان ياخدوا قسط من الراحه الصبح، طالما مفيش تمرين يبقى مفيش سواقه، مفيش نزول، مفيش مشاوير ملهاش لازمه، يبقى في راحه. نمره اتنين، السوائل الكتيره، ازاي اللعيبه تشرب سوائل كتيره من بعد الفطار لغايه السحور تعوض بيها اي نقص في السوائل بالنسبه لجسمهم وهم صايمين. نمرة ثلاثة، بالنسبة للتدريب الأحمال التدريبية لازم يبقى فيها تقنين، مبقاش فيه حمل عالي قوي، بالذات لو أنت عندك فترات في الماتشات بعيدة شوية، يبقى لازم أنت بتشتغلي دايما على الأحمال متوسطة المدى بحيث أن أنت ما ترهقيش اللعيبة، مبقاش كمان إصابة. إنما اللعيبة بيبقى عليها جزء كبير جدا إزاي هي تريح نفسها وما تشغلش بالها بحاجات تاخد من تركيزها وتاخد من وقتها. الالتزام بقى اللي هو كان موجود زمان، يعني مش هنقول زمان قوي برضو بس كان موجود بقدر كبير في الماضي بشوية يعني. طيب التوفيق كان بيلفت نظرنا لحاجه مهمه جدا، ان الفطار هيبقى الساعه 7، دي اهم حاجه. انا كنت والمباراه الساعه 9. دي هتبقى، انا من وجهه نظري معلش، لا الصيام في اليوم ده هيبقى صعب جدا، لان اللعيبه لو صامت من هيفطروا 7 الا ربع والماتش 9، الوقت مش كافي عشان يهضموا، لان عمليه الهضم دي بكل الدم اللي في الجسم لما الواحد بياكل، وده علم برضو يعني مش اراء، لما الواحد بياكل الاكل بينزل في المعده، المعده بتاخد الدم اللي في الجسم كله عشان عمليه الهضم. هنا بيبقى دور اخصائي التغذيه اعتقد، بس لا محتاجه هي 3 ساعات يعني، اقل حاجه 3 ساعات، لو اقل من كده لا مش هيحتاج، يعني مثلا لو فطار خفيف وبعدين ده برضو هيبقى صعب. لا 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 لا، يبقى يفضل ان هم ما يصوموش في اليوم ده، ان هم ما يصوموش يعني ما يصوموش، لان هتبقى صعبه جدا وهتاثر عليهم بشكل كبير جدا. والله طبعا يعني الميعاد ده ما فيهوش هزار يعني، او ما فيهوش ان انت ممكن تقول لا اللعيبه تصوم، لا الوقت دون ساعتين او ساعتين الا ربع ما بين الفطار وما بين ان هم يلعبوا، لا هياثر عليهم بشكل كبير جدا. ولكن زي ما حضرتك عارف الاغلب من الاغلب اللاعبين بيصوموا. معلش بس في ليها حلول يعني، في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى برضه ليها حلول. لا يعني رخصة ممكن السفر في اليوم دون، لا رخصة السفر اساسا، رخصة السفر وان انا ممكن افطر واحد يعني، برضه في تنزانيا في ناس كتيره جدا وغلابه. ما هو ده اللي انا كنت يعني، انما بس انا كنت هسال حضرتك برضه، ما هو خلي بال حضرتك برضه سيمبا عندهم تقريبا احنا عديناهم 6 أو 5 لاعبين بيصوموا. احنا بنتكلم علميا الصيام هيبقى صعب جدا في هذا اليوم، نظرا للفترة ساعتين الا ربع ما بين ان انت تفطر تاكل تكون صايم وتفطر وبعدين تلعب بعد ساعتين الا ربع، هتبقى صعب. خلوا الماتش 10 مثلا بالظبط كده، لو 10 خلاص ما كانش في مشكله، هيبقى 3 ساعات الا ربع تاكل زي ما تاكل مشكلة. او يعني تاكل ما صادفت قبل كده ماتش في التوقيت اللي هو كان لازم يجبركم ان انتم تفطروا قبل كده كابتن خالد ايامكم وفطرتوا؟ كان في ناس صامت بس قليلين، بس هل بيبقى زي بصيغه امر يعني اللي هو من الافضل للفريق ان انتم تفطروا اليوم ده؟ طبعا طالما ما فيش وقت ان انت عمليه الهضم بتاعتك 3 ساعات انت تاخديهم ما بين الفطار وما بين نتيجه. وحصلت كابتن اسلام اوقات برضو وقتكم كان لازم تفطروا في مباراه؟ حصلت، بس احنا العكس، احنا تقريبا 99% من اللاعبين ما فطروش بس ما كانش الوقت ساعتين الا ربع، هتلاقي الوقت كان، لا كانت المباراه الساعه 3 الا ربع 3 الا ربع
الماتش كان 3-4 واحنا كلنا صمنا تقريبا. يعني انا مش فاكر مين اللي كان فطر، ولكن في فرق، في فرق ان انا العب وانا صايم، وفي فرق باللي احنا بنقوله دلوقتي ان انا عمليه الهضم وقتها ساعتين لربع والعب. دي فرق كبير جدا. انا ممكن العب وانا صايم، وانا صايم ممكن بالزبط. العب تمام، ولكن احنا بنتكلم ان انا هاكل 7-4 افطر والعب 9. لا طيب، ما هو انا ممكن افطر مثلا، ما هو يقول لك اللي بيسمعنا برضو يقول لك ايه، طب انا ممكن اكل حاجه خفيفه جدا، لا شويه ايه بطاطس بوريه زي ما بيقولوا، بلح وتمر يعني شويه ميه. هي القصه مش في كتر الاكل او قلته، القصه حركه إيه؟ المعده، حركه الدم بيروح للمعده عشان عمليه الهضم، والدم طالما راح للمعده بيبعد عن العضلات، فمش هيبقى فيه طاقه للعيبه تقدر تجري.